يخش الجامعة بقى، هيخش جامعة ايه ليه؟ هل هيخش عشان المجموع، ولا هيخش عشان برضو الجامعة جنب البيت، ولا هل هيخش عشان يبقى معاه شهادة عشان لما يجي يتجوز ما يقولوش انت ما كملتش تعليم، ولا هل هيخش علشان ابوه عايزه يخش جامعة معينة؟ لا بتحصل. يعني مثلا لابوه دكتور وعايز ابنه يخش طب علشان يساعده في العمليات، او لابوه مهندس وعايز ابنه يخش هندسة علشان بعد كده يبني ويهد معاه مرات، او لابوه محامي وعايز ابنه يخش حقوق علشان يترفع معاه في القواضي، او لابوه رئيس جمهورية وعايز ابنه يخش. تربية وتعليق حصريا على الجمهورية تي في مع محمد خضر، وربنا يستر.